أفاد مصدر أمني بمقتل اثنين من عناصر حركة حسم الإرهابية في تبادل لإطلاق نيران مع قوات الأمن بمنطقة وسط الدهشور بمحافظة الجيزة. أوضح المصدر أن قطاع الأمن الوطني تلقى معلومات عن اختباء عنصرين إرهابيين مطلوب ضبطهما في عدد من القضايا داخل إحدى الوحدات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر. وأضاف أن قوات الأمن شكلت مأمورية لضبطهما، ولدى اقترابهم من المنطقة بادر المتهمان بإطلاق العيرة النارية سعيا للهرب، مما اضطر القوات إلى مبادرتهما إطلاق النيران. وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرع إرهابيين وعثر بحوزتهما على أسلحة نارية وذخائر وبعض الأوراق التنظيمية.